إذا قيل لك من قال نذر علي لجبريل أو نذر علي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أو لأي شخص، أيجوز هذا؟ فقل هذا شرك بالله، النذر عبادة، من صرفها لغير الله ولو صرفها لملك عظيم كجبريل أو لنبي مرسل وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه مشرك بالله شركا أكبر. لما؟ لأن الله عز وجل مدح الموفين بالنذور يوفون بالنذر، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فدل على أن النذر يحبه الله، وكما سبق ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، ومن صرف تلك العبادة لغير الله فهو مشرك بالله شركا أكبر.